هو انه فاش جيتي لميريكان هنايا شنو الخدمه اللي درتي؟ خدمت في ريستوره مغربيه ديال المغرب. شحال المده انت خدمتي فيها؟ ماكسيموم سبعة شهور، من 6 ل 7 شهور، اوكي. ما بين خدمه ديال الريستوره وشهرين. شهرين خدمت فيها اوبر، اوبر مع الريستوران، كنخدم من الريستوران كنخرج وكنمشي. وما كانش الراحه، ما كان غير التمهيد. من نهار جيت ما كاينش الراحه، انا من نهار جيت ما عمرك كنرتاحش. جلستي يومين غير نعاس والراحه؟ يومين جلست، يومين ولكن ما عمري سيمانه هكايا غير الراحه والو. ما عمري ما عقلتش على 4 ايام. ريحت يومين، ريحت 3 ايام، ولكن عمرني عقلت على راسي 4 ايام. ما كان غير التمهيد من نهار جيتي. توحشت الشعور ديال الراحه، مش ما نكذبش عليك، ديك ديال تبقى ناعس حتى 12 تغرنا. ما بقيتيش عاقل على داك الشعور كي داير، ما بقيتش عاقل. ولكن شكون اللي كيخليك كدمر حتى لهاد الدرجه؟ شكون اللي كيموتيفيك؟ شكون اللي كيحفزك؟ حيت كنت كنصحابها بحال الخرافه، بحال ما كايناش، ولكن ملي تحطيت في التيران لقيتها كاينه وكاين اكثر منها. هاد التراكين بحر كبير، بحر كبير بزاف، ما كيساليش، فيه بزاف الحوايج، فيه بزاف ديال الاتجاهات اللي تقدر تاخذ. كاين الساهل، كاين الصعيب، ولكن الصعيب بثمن، والساهل بثمن. يعني الحاجه الصعيبه راه بالثمن ديالها، فهمتي؟ يعني تقريبا دوزتي عام اخويا ايوب، يعني بقايا في الريستوران اوبر كذا وما لا درتش لا الموضوع. ماشي عام، لا ماشي عام، 8 شهور. لا ماشي عام، غير 8 شهور في الماكسيموم. ودرتي الريموت من وراها. ومن وراها باقي عاقل في رمضان. دخلت المدرسه في رمضان، هنايا المدرسه ديال السيديال دخلتها في رمضان. وهذيك الساعه وليت كندير 3 حوايج دقه واحده. خاصني نخدم في الريستوران، امتى كنخدم في الريستوران؟ حتى لوقيت الفطور خاصني نكون واحد ساعتين. انا بالنسبه لي انا خاصني نكون واحد ساعتين قبل لوقيت الفطور. اوكي. في رمضان كنخدمو غير مع العرب، فهمتي؟ يعني الرسول كتكون سادة النهار كامل، كيجيو صحاب الكوزينه مثلا 4 السوايع قبل كيوجدوا داك الشيء. انا كنجي كتبقى لي ساعتين للفطور، وكنخدمو حتى للسحور. وملي كنخدمو من السحور كنهز الطوموبيل نمشي نخدم اوبر. ما كاينش الراحه. ما كاينش الراحه تقريبا. وكتجي كتخطب هذاك، تخطب ديك المعار الصيام وداك الشيء 3 السوايع 4 السوايع ديال النعاس، وتنوض وخاصني نمشي للمدرسه. خاصني نمشي للمدرسه اللي هذه اللي كتجيني صعيبه بزاف، هي 9 الصباح. المدرسه شو هذا الشيء؟ عارفينش انا هذا الشيء اللي كتقول دابا هو اللي بغيت الدراري والبنات اللي كيتفرجوا فيني يسمعوا، باش ما يقولش باللي او تبارك الله وايوب دابا شحال عنده شو شنو عنده ويبقى يقول انا غندير هكا. نو اسمع ايوب شنو كيعاود لك. حتى انا علاش كنسول هذه الاسئله؟ لانه باش ما تقولش راه غير جا الميريكا ولقى هذا الشيء اللي عنده دابا. لا شو شحال تيعاود، شو المعاناه اللي كيعاود. زيد ايوب كمل. لا ماشي، لا بصح نيت كما كنقولوا زيت الماء زيت الدقيق، فهمتي؟ يعني قد ما ضرب شي تمارة في هذه البلاد هذه في الميريكان، قد ما ضرب شي تمارة قد ما غتصور حسن. وثق بيا، اللي مرتاح في الخدمة عارف راه ما كيصور والو. اللي مرتاح ولابس القميجة ولابس السروال، كنعرفهم بزاف انا خدامين بالدوطة تماما. ما كيجيبش 1200 دولار في السيمانة، ما كيجيبوش، كيجيبوها. ودابا ومن بعد يعني شكون اللي عطاك الفكره ديال الرموك اخي؟ خويا الفكره ديال الرموك جايه عندي من المغرب. انا ولد واحد العائله اللي هما تجار، والتجاره ديالنا واحد النوع ديال الكميوات. من صغري، من نهار حليت عيني حليتهم في كميوات. انا العائله ديال الوالده، جدي وخوالي وداك الشيء، عندهم كميوات، عندهم التجاره ديالهم هي بحال المواعن، فاصل كيسان الصينيات هكايا، كيتشارج الكاميو كتشري واحد السوق كدير حكايه كما كنقولوا كيطون، كتفرش ديك السلعه اللي عندك، فهمتي؟ يعني حتى في المغرب كدير السواق ديال المغرب كامل، الطرقان ديال المغرب كامل تقريبا، كامل شايفهم عارفهم. كنا كنمشيو للمواسم، مشينا حتى للصحراء كاع، للصحراء، المواسم ديال الصحراء كنا كنمشيو لهم. يعني جايبه معك من المغرب؟ يعني انا واحد انسان ما غتخدم راسك، ما عمرني ما امنت بالوظيفه، عمرني ما امنت بالقرايه، نكذب باش ما نكذبش عليك، عاد كنا كنضيعوا الوقت وصافي. يعني كتقول بلي القرايه راه ما غادير لي والو في المغرب فاش كنتي كتقرا في المغرب؟ ما عمر القرايه ما غادير لي شي حاجه. وهذا هو كنت دابا اخي ايوب بلستي في المغرب وقرايه، تقدر دير الشيء اللي درتيه دابا؟ لا، هادشي هذا كدار، خاصك تكون ولد عائله تجاريه، يعني عندهم يعني حرفتهم تجار، يعني تعرف المغرب تجار هما الناس اللي تكون عندهم فلوس، يعني تاجر ولا عنده شركه ولا ما بالقرايه حتى في الامريكا. تمام، كما كيقول القرايه ديال ديك النقطه. دابا نجيو ديك النقطه اخي ايوب ديال فاش هضرنا على ديك خوتنا اللي قراو هنا في امريكا، نشدو غير الخرجه ويخدموا عندك.
المهم انا جيت هذوك هذا. من بعد ايوب فاش دوز السيف كاي البيرمي ديال الرموك بديتي كتخدم كاي في الكاميو شحال المده وانت كتخدم عند بنادم قبل ما تشري اول كاميو ديالك؟ خدمت عند دري صاحبي مغربي حتى هو ماشي بزاف شي 6 شهور ديال الخدمه اوكي ماشي بزاف. خدمنا انا كان عندي الزهر شي شويه خدمنا في هاد الشركه اللي حنا فيها دابا انا وصاحبي بدينا فيها في الاول هي باش بقات عندنا واحد السمعه زوينه في هاد الشركه وبقات عندنا بحال عندنا واحد القوه حنا عندنا الدراري المغاربه شي افرين مغاربه بزاف في هاد الشركه تقريبا اكثر من 50% ديالها مغاربه والاخرين مقسمين بين الامريكانيين ما بين اوروبا الشرقيه رواسه بوسنيين بحال هكا الخرطين ولكن اكثر شي افرين مغاربه تماما. وفاش يعني شحال خدمتي معاه ولا وقاش تحركتي الشركه اللي خدمتي معاه حتى درتي الكاميو ديالك؟ خدمت 6 شهور انا درت الكاميو ديالي الاول. 6 شهور شريتيه كاش؟ 6 شهور جمعت لي اول 80,000 دولار شريت بها كاميو. يعني في ظرف 6 شهور جمعتي 80 مليون مغربيه؟ جمع. يعني ما كنتيش كترتاح ما كاينش العطله؟ ما عندناش الراحه وكنخدموا حنا تيم جوج شافريه في الكاميو. يعني التيم الكاميو ما كيحبش ما يخدمش ما كيوقفش كيجي كيدير الاويل تشينج وكيرجع يطري ولا كان كتمشي ترجع وتهز وترجع يعني بحال شي دروبيش هو كيقولش كنا كنخدموا حنا 140 ساعه 70 ساعه يعني 70 ساعه كنخدموا كامله. يعني دابا اخي ايوب كنخدموا كلنا ديك ظرف ديال 6 شهور جمعتي 80,000 دولار اللي هي 80 مليون مغربيه مشيتي ديريكت حطيتيها في كاميو. كاميو كاش خلص كاش جمعت معايا التايتل ديالو وجيت. واش كنتي جامع اكثر من 80 ولا كانت عندك 80؟ لا انا واحد ما كنفكرش فيها بزاف مع جمعت لي 80 مع مشيت جبت التراكوش باش جي باش داير ما كاينش ديك الوقت تبقى تفكر شي جو من ديترويت مشيت هذه العقله ديال توج دارت تنعقل عليها العقليه ديال توج وداك الشيء تيدخل عليها ديال ما كنخممش فيها اللي كنقول لي باش يوقع مثلا ماني كنشفر ولا كنسرق من بنادم انا غادي خدام انا عا كندمر فهمتي الا سهل فيها الله راه سهل فيها الله ما تعكتات ما مكتبش نقول مكتبش وصافي شنو بغا يوقع كاع صافي حتى باش معاك باش داير ديري حتى اللي بغا يصعب اخويا سفيان راه هي اصلا هي بحكا هي الدنيا والخدمه وكل شيء كامل بحكا ما فهمتش الا شفتي عواجه تبع عندنا 80 مليون مغربية تبارك الله في 6 شهور وهذا الرقم راه يعني كنهضروا على 160 مليون مغربية في العام وتقدر دير اكثر ومن بعد هذا درايفر شيفور ديرها راه غير شيفور دابا مازال ما كنتيش خدام بديالك ولا شي لا غير شيفور ديرها في الشركة ديالنا حنا. ونسوق واحد السؤال اخر من بعد فاش شريتي الكاميو وقديتي وسجلتي وداك الشيء وليتي خدام مع شركة اخرى يعني شحال د الوقت خدام مع نفس الشركة تخدم به يا مع شركة شحال زدتي خدمتي باش شريتي كاميو واحد اخر ولا عندك جوج؟ ما كاملاش شي 3 شهور ما كاملاش. شحال جمعتي بديك 3 شهور بالكاميو ديالك؟ هنا غتبدا السيناريو مبدل ولا الدومبين من ديك الساعه ما بقاش كتخلص كاش. الخطوه الاولى كديها كاش كدير هذا المغامره مع ان هنا في الميريكان ما كينصحكش شي واحد دير هذه المغامره. إيه من بعد ما خدمت النصيحه هذه من عاد مول الشركه مني قال لي علاش ما تشاورتيش معايا مني قلت لي علاش زعما علاش كتجي لي بحال هكا قال لي اجي نقول لك في بلاصه ما تمشي تاخذ 80,000 دولار تجيب تراك اللي هو ما مضمونش زعما يقدر يخسر لك نهار الثاني قال لك في بلاصه 80,000 دولار غتحط داون بايمنت 20 غتاخذ وخرج بزاف الكاميونات من عنده هو عنده واحد الشركه كبيره بحال دابا كيعيط لفولفو كيجيب 30 40 تراك دقه واحده حيت هو شركه كبيره. برافو عليك. اسمح لي اخي ايوب نشرح للناس اللي ما عرفوش شنو هي الداون بايمنت. الداون بايمنت نعطيكم مثال بحال دابا مثلا هو دابا شنو دار هو فاش خدم جمع 80 مليون مشى شرا رموك بفلوس يعني 80 مليون شريته ديال الولاد ديالي. الداون بايمنت هو انه كتمشي تدخل على واش شي دار ولا على رموك ومثلا داك رموك كيدير 80 مليون انت كتدخل عليه ب 20 مليون وانت باقي كيولي كريدي يعني كل شهر كتبقى تخلص 1000 دولار ولا 2000 على حسب شحال انت عندك ديال الانتيريس يعني داك الشيء بالعربيه شنو تيقولوا له تقسيط ولا ما عرفش داك الشيء تيديروا تقسيط ولكن شنو إفادة. يمكن افاده واقيلا شي كتستافد المهم شي كتستافد والله ما عرفتش ليا بالعربيه المهم فاش بحال مثلا كتشري شي دار ب 200 مليون في المغرب كتعطي البنك 60 مليون كتشريها لك هي وانت كتعطيها 60 مليون ومن بعد كيقطعوا لك في الشهر الاداء بالتقسيط ولا ماشي العربون صاحبي ما عرفتش هذيك الكلمه ديال ما عرفتش شنو هي ليزانتيري مع الفائده تماما هي هذيك يعني عوض ما بقاش ندخلوا في ديك الامور الدينيه حنا كنهضروا على الواقع
سواء كون واحد بغيتي دير بحال ايوب يعني جمع 80 الف ريال وشري كاميو ديالك انت حر، بغيتي تجمع 80 مليون ودخل بجوج الكاميونات فانت كتبقى حر. المهم حنا كنهضروا على كيفاش تبارك الله دابا ايوب من بعد ديك 3 شهور اخي ايوب شحال جمعتي فيها ودخلتي على كاميو اخر؟ كما قلت لك دخلت عليه داون بايمنت يعني ما كلفنيش بزاف يعني كما تبعت الطريق ديال تبعت الهضره ديال مول الشركه 20000 دولار 20000 دولار. شحال كان الكاميو كيدير؟ الا خديتيه من عند ديلر كتاخذو بالكريدي كيطلع لك 186000 دولار. الا خديتيه الا خديتيه كاش كتخلصو ب 161000 دولار. الفولفو كدير 161000 دولار يعني تقريبا 24 مليون مغربيه هذا الفرق. 25 مليون ديال زانتيرا. اوكي 25. وانت شحال حسبوا لك ديك المره ديك الشركه ديالك شحال حسب لك الكاميو الثاني؟ الكاميو حتى هو من الشركه كياخذوا كريدي ما كيخلصش بايمنت، هو كياخذ ما كيخلصش الكاش كياخذوا كريدي. خديته بحال دار معايا مزيان بحال كيدير معايا مزيان خداه ليا باش خداه هو يعني خداه ليا كيبقى هو اصلا كتبقى تايتل ديال التراك كيبقى بسمية الشركه امتى كيولي بسميتك حتى كتبيع تتكمل الخلاص ديالك شي البلان ديال لي زون هو هذا بكل بساطه هي لي زون هذه المفروض. ومن بعد يعني كملتي الكاميو ديال هذاك الثاني كملتي الخلاص ديالو من بعد خلصو كمل حتى هو يعني كامل حتى هو يعني شحال الوقت خدالك حيت دابا عندك كاميو ديالك وكاميو اخر يعني تبارك الله دابا الخلاصات زادت زادت شحال يعني شحال الوقت خدالك باش خديتي السلاليتي؟ تقريبا واحد 10 اشهر 10 شهور صافي ساليتي واحد 10 ولا كامل ديالي ودخلتي بواحد اخر عاوتاني الثالث. لا ديك الساعه ولات كنزعم ديك الساعه شويه كندخل بالجوج ديك الساعه ماشي بواحد كندخل بالجوج كنلقى كنلقى عين خويا ايوب عين راه بديتي كتهرب عليا دابا ايوب صافي دابا كاميو واحد ولا كيبان لي باش كنخرمز دابا ولا كيدخل بجوج الكاميونات ثلاثه لحقاش بصح نيت ما تصعبش الامور راه سهله بزاف بين قوسين الا كنتي من صحاب الا كنتي من صحاب التشكير ديال الريبه وديال الكريدي راه هاد الهضره ما عليكش اسمح لي هادشي راه كاينين شي وحدين في الكومونتير تيقول لك الريبه حرام وديك الشيء شوف لا اسمح لي في الامريكان تيكون واحد تيبقى حر حياتي انا ما ندخلش في الامور الدينيه ولكن حنا كنسمعوا من الاخ ايوب القصه ديالو فما تحكمش عليه ولا تحكم على واحد اخر كيف قلت لك راه الا بغيتي انت تجمع وتشري شي حاجه تبقى شريها هذيك السيد بغى يدخل عليها بالنص ويبقى يكمل النص ماشي مشكل حياته هذيك فكر بهذا المنطق واسمع سو من بعد مراد خلتي بجوج دخلت بجوج ديك الساعه دابا كرش كبرات من الدور هبلت انا فهمتي درتها غير على الله وصافي درتي غير كرم خلتي غير كرم حيت لقيت انا دابا شنو المشكل اللي كيكون انا نقول لك شنو اللي عاوني شنو المشكل اللي كيكون الشركه عندنا كي دابا الشافر هو كيلقى المشكل كيخدم معاك شهرين ثلاثه شهور كتر شق ليا كيجمع واحد 20000 دولار 30000 دولار كيقول لك نمشي للمغرب مثلا كيمشي ويخلي لك الطاك ولا كيخلي لك اللاين انت واخذه بالزباله ديال الفلوس شكون غيكافي لك داك اللاين المشكل هو هذا فانا هي لقاني انا فرصه لقاني اعطتني انا فرصه كنا عندي كوميونيتي في شيكاغو كيعرفهم الدراري فانا من غير انك شيفور جديد انا اللي كنتريني بك شخصيا كنتريني بك انا انت شيفور جديد انت شيفور جديد ما عندك حتى مايل ما صايبش حتى مايل جا من المدرسه كتخرج معايا انا كندير لك ترينين انا من السيمانه الاولى كتجمعك 2400 2500 السيمانه الاولى كتجمع يعني دابا انت بنادم كيجي لعندك اخي ايوب كتعلموه في السيمانه الاولى ديالو كتعطيه 2 مليون ونص 2500 دولار ولك راه غتخدم فيها ترينين راك خدام فيها يعني راه كتسوق معاه يعني راه كتوريك كيفاش الاستعبار كيفاش يا كتعلموه هو راه خدام انا غنسوق الليل ومني غنكمل غنديشيب ديالك غنريح معاك الريان عارف نشوفو حيت دابا ما كنلقاش صعوبه مع الناس اللي دايرين الطاكسي دايرين اوبر ما كنلقاش معهم صعوبه حيت المشكل الاول والاخر هو الجي بي اس كيفاش كيتعامل مع الهاي واي ما السوقان غير طوموبيله كبيره ما ندخلش امور راه طوموبيله كبيره وصافي يعني خصك دير على المسافه ديالو صافي فهمتي ما كاينش شي حاجه تعيبك بزاف تماما وخبرك اخي ايوب انت راه كتعامل بعدا مع الدراري لانه اغلب الشركات راه ما توصلكش 2500 في السيمانه وانت قلتي لي راه كتعطيها 3000 دولار شي مرات 3 مليون في السيمانه الا كان شي واحد ضرب تماره الا كنتي ضرب لي 8000 مايل غتمشي ديال تريبات كاليفورنيا مثلا كتجيب 3000 وصافي وانت كتخلصها من جي يعني نتايا يعني انا عارف الخلصه اللي كتعطي للدراري والله حتى اللاين ديالي خدام حتى انا مخلص
كتلقى الاول والاخر كتلقى الباور في الخدمه كامله هو الشيفور. الا عندك الشيفور عندك خدمه، الا ما عندكش الشيفور ما عندكش خدمه. كيبقى التراكات واقفين لك، التراك دابا واقف نهار يومين ما عنديش ربح، عندي فيها الخسران. راك عارف انت يعني مانتنس عارف لاسيرون عارف بزاف الحوايج يعني واقف راه عارف خساره. عاد البايمنت ديالو في الشهر البايمنت ديالو كاين اللي كاين اللي كيوصل 3400 3200 الا جيت تحسب 800 دولار في السيمانه، ولا جيت تحسب 750 700 دولار على حسب الموضوع على حسب. يعني دابا المصاريف تزادوا عندك بزاف. المصاريف كثيره بزاف، مصاريف كثيره بزاف. هادشي علاش قلت لك انا من الخطوه الاولى درتها خديتها كاش، ولكن من وراها ما قدرتش نديرها كاش. فخصك يكون عندك الكاش، يعني الا بغيتي توصل بعيد ضروري خاصك تدخل بهذا. هذا هو السر اللي كيديروه المراكب كاع، خاص الكاش يكون تحت منك ديما، ما تخليه ما بقاش مريح. فملي انا خرجت الخطوه الثانيه ملي خرجت الخطوه الثانيه والثالثه صافي خصني يعني ولات عندي عقلي ديما ضروري يكون عندك، يكون عندك وتقول ما عنديش غير الاونبان هذا. فهمتي بحال دابا مثلا كيدوز شهر صعيب عندنا هو شهر واحد شهر كيدوز صعب عندنا هذا يعني كنقدر نخدم ما نخدموش بزاف. الكاميرات اللي مخططين ياها تقريبا هادو اللي بحال دابا عندنا داك اللاينات ديال اللاينات طوال كيكونوا الهاي واي بزاف بزاف، كيكون الكانسليشن بزاف، كيكون بزاف الحوايج. وحنا دابا الشركه مثلا الا كانصلات من عندها حنا ما كيخلصوش لينا هما بيناليتي. فهمتي كيعطونا 1000 دولار. المشكل خاصك تجمع قبل باش تخلص هاد الكوسوا. هادشي خاصك ديما دير تحت منك هادشي هذا على قبل هادشي. تبارك الله. ومن بعد اخي ايوب من بعد ما ولاو عندك خمسه وزدتي عاوتاني وكذا باش 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 ما نطولوش على المشاهدين، دابا تبارك الله حاليا شحال وصلتي هاد الكاميونات؟ سبعه الكاميونات تبارك الله. وراه تيبان لي واقيلا راه العام الجاي غادي تدخل على شي ثلاثه اخرين واقيلا. صعيب